كتاب الاحتجاج يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام: كنت أسمع برجل تعظمه العامة، هواية إلى شخصية عند الناس، ويمدحونه ويمدحون علمه فضله، فأحببت لقائه. اختصر القضية، رحت شفت مجموعة أكو حوله وهو يتكلم ويقول في الحلال والحرام، فانتظرت إلى أن تفرق الناس عنه. هو وضع عباءته على رأسه، أو ما وضع عباءته على رأسه، وأخذ يسير في الطرق إلى أن وصل إلى خباز، فغافل الخباز وسرق منه رغيفين. هذا عالم، هذا يعظمه الناس، شلون يسرق من الخباز رغيفين؟ قلت لعله معاملة، ثم قلت إذا معاملة ليش يغافله؟ فذهب إلى أن وصل إلى بائع رمان، فغافل وسرق منه رمانتين. ازداد تعجبي. الإمام الصادق تروى عنه هذه القضية صلوات الله عليه، فتبعته إلى أن وصل إلى رجل مريض راجع الاحتجاج في هذه القضية، فأخذ الخبزين والرمانتين وأعطاهما لذلك الرجل المريض. جئت إليه وقلت: إني سمعت أن العامة تعظمك وكذا وكذا، فأحببت لقائك، ولكن شفت منك عمل شغل فكري. قال: ما هذا العمل؟ قلت: سرقتك للخبزين وللرمانتين، ليش هذا العمل؟ قال: أولا قل لي من أنت؟ أنت منو؟ قلت: رجل من أمة محمد. قال لي: من أيها؟ قلت: من بني هاشم. قال لي: من أية بلدة؟ قلت: من المدينة. لعل القضية اتفقت في الكوفة. فقال لي: لعلك جعفر بن محمد. ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقلت: نعم. قال: وما ينفعك شرف أصلك مع جهلك؟ فقلت له: وأي جهل؟ قال لي: جهلك بكتاب الله. أنت شلون ما تعرف كتاب الله مع هذا الأصل الرفيع الذي تنتمي إليه؟ فقلت له: وما جهلت من كتاب الله؟ قال لي: إن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أنا سرقت رغيفين سيئتين، وسرقت رمانتين أربع سيئات، ثم تصدقت بهذه الأشياء الأربعة، فكتبت لي كم حسنة؟ 40 حسنة. 40 حسنة تنقص منها 4 عدد السيئات، يبقى لي 36 حسنة. صحيح هذا المر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أنتوا حقيقة هذا مو قضية واحدة. أرجو أن يراجع المؤمنون كتاب البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار، شوفوا شنو الخبط الذي وقعوا فيه، خبط لا يتصور حقيقة.
الإمام الصادق قال لذينيك الرجلين شرقا أو غربا لن تجدا العلم إلا في هذا البيت. قلت له بل أنت الجاهل بكتاب الله، أو ما سمعت أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين؟ أنت عندما سرقت الرغيفين والرمانتين اكتسبت 4 سيئات، وعندما أنفقت المال بدون رضا أصحابه اكتسبت 4 سيئات أخرى، فكتبت لك 8 سيئات، لأن الاستيلاء على مال الغير سيئة، صرف هذا المال سيئة أيضا. فلم يحر جوابا وانصرف.